وقع في المشروع العجين. كنت قاعد اخبز وكنت حطاه جاري وقع مني. بس خلاص طمن عليهم. كيف دلوك اخوي حسن؟ سلمان جه برا. تفضل يا سلمان. وعليكم. زيك. مرحبا. كيفك يا ولد عمي؟ كيفك؟ حاجة في امان؟ اطمن، حاجتك في امان. انت عارف ولد عمتك ابو المحسين خبرني انك عاوزني، نزلت من الجبل على طول. سلم على خالد. سلام عليكم. سلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا خالد؟ ايه نسيتنا خلاص. بس شفت يا خالد الدنيا لفت بينا كيف؟ ايوه لفت وعلتك وخلتك تبص على الخلق من فوق. لساك بتسرق على النازة ولد زهير؟ لا انا زي عادي يا عمي، دلوقتي بلعب في التقيل قوي. عاجبك يا حسن المجنطة بتاعت خالي ولد خالي؟ حرام عينيه نطط حيط ولد عمتكم. عم تضحك؟ ماشي يا ابوي. قالوا لا يا خال، انا ورجالتي ما كانش زمان كليكو حس في البلد خالص، وكان زمان الناس ركبت على كتافكم. اركبوا على كتافك وكتاف ابوك وكتاف اللي خلفوك واللي جابوك كمان. هتعمل علي خطنا كمان يا واد ولا ايه؟ كلمة زيادة والله ادفنك مطرحك هنا يا واد. يا واد انا كنت بضرب ابوك بالمركوب. غر يعلم ربنا ما انا قاعد القعدة دي معاكم. ايه اللي فكروا بينا دي؟ براحتك يا خال، ما حدش يقدر يفتح خشمه معاك. ايه نويت تعمل ايه يا ولد عمي؟ هنبيع واللي يشيل يشيل الشيله كلها. دي شيله تقيله قوي يا ابوي، وما حدش يقدر عليها عندنا. وبعدين احنا لو بعنا حبه صغيرين فلوسهم تغرق الدنيا. للضروره احكام، المهم القرشين يبقوا جاهزين. طب اديني وقت يا ابو خالو. قدامنا يومين هتلحق؟ نعمل اللي علينا والباقي على ربنا. زي ما قلت لك حرس، في ناس كتير متربصين لك، واصحاب الحاجه دي اكيد ناس كبار قوي يا ابوي. يعلم ربني اللي هو بناحيه اخوي نخلص عليها. كد الجول يا حسين، الرجاله زمانهم وصلوا العمريه. علي العال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اسمع يا اخوي، سلمان عايز يكوش على البيعة كلها لنفسه، وبتراب الفلوس وجاي يربط راسنا بحديد الماسخ دي. سلمان ما يقدرش يعمل معايا كده. لو تسيبني 5-6 شهور ابي حملك بمعرفتي وهنكسب منهم ذهب يا ولد ابوي. جرالك ايه يا ولد ابوي؟ دي امانه في رقبتنا، تقدر تساعد ساعد، ما تقدرش تسكت. رايح فين بالعصايه دي؟ شايفين شايل الآلي ولا ايه؟ لا مش القصد يعني، بس ما قلتليش رايح على فين. هرجع عمليه كده يمكن اغيب يوم ولا اتنين. ايوه يعني طمني رايح فين. وتعرفي ليه؟ عشان ترمح ورايا تاني. السلام عليكم. لا اله الا الله محمد رسول الله. استرها يا رب استرها. بتخطي برجليك على فين يا خلف؟ خابر سكتك زين؟ هتطلع ولا تنزل؟ مفيش قدامي سكة غيرها. كنتك حتدور على ذهب مدفون ياخد روح مين وقته؟ ف
فريدة ولا كريم؟ السلاح هياخد أرواح كتير ملهاش عد. عاود يا خلف. أحاول كيف؟ آه يا زمن وآهي، قال لي الزمان أنت مين؟ أنا قلت عبد الله، اداني ربي أمانة شلتها في سرة، سرقوها مني العباد، أنا قلت خلف الله، واللي يضيع النهاردة يلتقوه بكرة. يا زمن مامي، هو خلف غاب قوي كده ليه؟ هو مش هيرجع تاني؟ هيرجع ان شاء الله، هيرجع. اللي انت بتقوليه ده، ما تبصي حواليك يا مدام وتعرفي مين اللي هيطلع بره. انا دلوقتي الحارس القضائي على تركه اخويا الله يرحمه. الله. امال فين؟ فين الشيخ خلف الله، الشيخ الطيب الشهم اللي طردتيني عشانه؟ ايه؟ ضيعت كل حاجه وسابك وهرب بعد ما بقيتي على الحديدة؟ يلا اطلعي لم هدومك وروحي اجري لك اوضه فوق السطوح في غيط العنب ولا في المكس. انا مش مصدقه ده، انا بجد كنت فاكرك كويس. بصي، هي في الاول الخطه كانت كده، كنت راسم ان احنا نتجوز، وانا لسه عند وعدي على فكره، يعني انا مستعد اتجوزك، ايه رايك؟ ممكن انتحر واموت نفسي حالا اهون من ان اتجوزك. ليه يا مدام؟ مش انا حاتم اللي كنت بتقولي له وجودك جنبي هو اللي مصبرني على الوحده اللي انا فيها؟ انت وجودك جنبي يا حاتم مش مخليني محتاجه اي حاجه من حد. كنت بقول كده عشان كنت غبيه. هتخسر يا فريد. انت اللي هتخسر، انت اللي هتخسر. يا مرحب يا شيخ حسن، نورت الجبل. الله يخليك، تشكر. تفضل. يا اهلا وسهلا، اهلا وسهلا. الحكايه طولت يا رئيس سلمان. عارفك صبور يا اخوي. انا صبور كتير. الجبل متلغم برجاله كريم، مستنيين نحمل السلاح. رجاله كريم؟ وعرفوا كيف؟ انت مرجوب يا اخوي، ومتابعينك زين، واللي مصبرهم على روحك السلاح اللي تحت يدك.